كل يوم في حياتنا بنقابل تحدي كبير قوي اسمه التسامح. مفيش عقل بيقول انه شخص يبقى قاصد يأذيني ويأذيني فعلا وانا سامحه وكمان احبه، لا مش بس كده، اصلي له بالمغفرة واساعده في ده لو طلب. في حاجة في علم النفس اسمها Identification with the Aggressor، التوحد مع المعتدي، يعني في وقت ما بتبقى نسخة من اللي ضايقك وزعلك وبتعمل أفعاله السيئة سواء كرد فعل معاه أو مع ناس تانية. ودكتور نفسي مشهور قال في واحد من أهم كتبه إنه ده أعظم انتصار لعدوك عليك، إنه يحولك لنسخة منه في الشر. لو دورت في الفلسفات والأديان هتلاقي حاجات كتير قوي عن نفس الموضوع، ومنهم نظرية الفيلسوف هيجل العبد والسيد. يعني لو أنت في يوم عبد لسيد جبار ومؤذي، ففي احتمالية كبيرة إنك بكرة تبقى سيد لعبد تاني وتكون قاسي وتطلع فيه كل اللي حصل فيك، وبكده دايرة الشر مش هتتكسر. يسوع بحسب الفلسفة وعلم النفس قال وصية عبقرية الحقيقة: أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، صلوا من أجل الذين يضطهدونكم، وكمان قال عاملوا الناس كما تحبوا أن يعاملونكم. يعني ده معناه أن دوائر الشر دايما هتتكسر عندك، وهتفضل أنت ثابت بمبادئك، محدش قادر يغيرك للأسوأ. وإنك لو عايز تحس بطعم الانتصار على اللي ضايقك أو زعلك، فاطمن عمر عدوك ما هيقدر يحولك لنسخة رديئة تشبهه، لكن انت اللي ممكن تحوله لنسخة افضل من اللي هو عليها. متخيل طعم الانتصار؟ مش احلى من الانتقام؟ صباحكم خطوات امل ونور وحياة، خطوات قادرة تسامح فتغير للاحسن فتنتصر. صباحكم خطوات بتشبه خطوات يسوع.